السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا مع فطور جديد، وجبة فطور طبعا مخصصة للرجيم، اللي بيعمل رجيم. السعرات الحرارية اللي فيها 290 سعر حراري. ايش اسم الوجبة؟ بيتزا الهيليون والشمرة. المكونات: عجينة البيتزا ممكن تكون جاهزة تجيبها جاهزة او تسويها في البيت. نبتة الشمرة واحدة مقطعة، واحدة هيلوين طازج مقطع، واحدة بصلة مقطعة، 3/4 كوب حليب منزوع الدسم، 2 ملعقتين طحين، 3 بيضات، ريحان جاف مطحون ملعقة أو حبق مطحون جاف ملعقة، ملعقة شاي ملح، ملعقة شاي فلفل أسود، 1 كوب جبنة موزاريلا قليل أو منزوعة الدسم، أو جبنة شيدر قليلة الدسم أو منزوعة الدسم، طبعا كوب مبشورة. نيجي لطريقة التحضير. 1، يعني خطوة 1، حمي الفرن وحط فيه عجينة البيتزا بعد ما عجنها، وأفردها على الصينية واخبزها لمدة 8 دقائق أو لغاية ما تجف قليلا، وبعدين أخرجها من الفرن وأحطها على جنب. خطوة 2، أحط موية في قدر وأحطه على النار لغاية ما يغلي، وبعدها أوطي على النار وأحط نبتة الشمرة والهيلوين والبصل وأخليها من 4 ل6 دقائق أو لغاية ما الخضار تستوي وتصبح لينة، وأخرجها من الموية وأتركها تجف شوية، يعني أصفيها من الموية وأتركها على جنب. خطوة 3، أحط في زبدية الحليب والملح والفلفل الأسود والطحين والبيض والريحان والحبق وأخلطها وأخفقها لغاية ما تنخلط المكونات مظبوط. 4، أحط خليط الخضار على عجينة البيتزا وأضع الجبنة فوقها وأضع خليط البيض فوقها. 5، أخبزها وأحطها في الفرن لحوالي 30 ل35 دقيقة، أو حتى ما يستوي البيض والمكونات كلها وتحمر شوية، أو أتركها حوالي من 5 ل10 دقائق، وبعد ما تستوي أخرجها من الفرن وأقطعها مثلثات، وبعد كده أقدمها للأكل وبالهنا وبالشفة. طبعا هذا شكل البيتزا، شايفين كيف شكلها. تسجيل صوت مرام عبد الله إبراهيم فطاني، فيسبوك نيم مرام عبد الله فطاني. وأتمنى من الله عز وجل أن تقبل عملي هذا بأحسن القبول، وأن يجعله في ميزان حسنات مرام عبد الله إبراهيم فطاني وأهله والمسلمين الأحياء منهم والأموات، وكل شيء خلق الله عز وجل وزوجه المستقبل. وطبعا سوف أضعه في النت فيعتبر كصدقة جارية والثواب راجع للكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.